الآن إليك سؤال يتطلب إجابة. لماذا يمكننا القول أن أغنى قارة في العالم من حيث الموارد الطبيعية هي في الوقت ذاته أفقر قارة في العالم؟ هل هذا منطقي؟ هل الفقر مرتبط بالعبودية؟ باختصار، من هم الذين يسرقون إفريقيا؟ إن كنت تشاهدنا لأول مرة فنحن نسعد باشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا أولا بأول. أما الآن فلننطلق على بركة الله. ماض مؤلم. في القرن الرابع عشر الميلادي كانت البرتغال أول دولة أوروبية تستخدم عمالة العبيد الأفارقة لتشغيلهم قصراً في مزارع قصب السكر قبالة سواحل غرب إفريقيا، وتحديداً قبالة سواحل جزيرة ساو تومي. ومنذ ذلك الحين انتشرت تجارة العبيد في كافة أنحاء أوروبا، ومنها انتقلت للعالم الجديد أي الأمريكتين. ووصلت ذروتها في القرن الثامن عشر، فقد كانت تجارة العبيد الأفارقة هي النشاط الاقتصادي الأساسي الذي تم من خلاله تمويل مخططات الثورة الصناعية الأوروبية، إلى أن تم إلغاؤها في أواخر القرن التاسع عشر. فصدق أو لا تصدق، قامت قوات الاحتلال الأوروبية خلال 300 عام فقط باستعباد أكثر من 60 مليون رجل وامرأة أفارقة، استعباداً كاملاً تاماً، وربما تكون الأعداد أكبر من ذلك بكثير. وهذا الماضي المؤلم كان له تأثيراً مدمراً على حاضر القارة الإفريقية، فقد أثبتت دراسة حديثة نشرها أستاذ الاقتصاد البريطاني البروفيسور ناثان نان، وضح فيها ما يلي: إن البلدان الإفريقية الأكثر فقراً اليوم هي تلك التي أخذ منها معظم العبيد. لقد حرصت أوروبا على إذلال الأفارقة بلا رحمة، لقد جعلتهم يكرهون كل شيء في أنفسهم، بشرتهم ولغاتهم ولباسهم وعاداتهم، وحتى آلهتهم تم استبدالها لتتمكن بذلك من نهب ثرواتهم بلا رادع. أكبر سرقة في التاريخ. لا نحتاج أن نوضح كمية الثروات المنهوبة من إفريقيا خلال عهود الاستعمار الأوروبي للقارة، ولكننا سنتكلم عن الثروات المنهوبة اليوم. نعم، كما سمعت، اليوم، الثروات التي يتم نهبها الآن بينما تشاهدون هذا الفيديو. إليكم هذه الأرقام الصادمة عن مدى استباحة العالم بأسره لثروات هذه القارة المنهوبة. حسب أحدث التقارير الاقتصادية، فإن الشركات متعددة الجنسيات تقوم بشكل أساسي بسرقة ثروات إفريقيا الطبيعية بانتظام، حيث يبلغ إجمالي سرقاتها 200 مليار و3 مليار دولار سنوي. فعلى سبيل المثال للحصر، تتم سرقة 29 مليار دولار سنوي من إفريقيا عن طريق قطع الأشجار غير القانوني وصيد الأسماك الجائر والتجارة في الحياة البرية أي الجلود وقرون العاج والفرو. كما تتم سرقة 36 مليار دولار سنوياً خلال عملية استخراج الوقود الأحفوري بطرق غير مشروعة. ولعلك تسأل نفسك الآن، هل تدفع هذه الشركات أي ضرائب للدولة الإفريقية نظير تراخيص العمل فيها؟ المفاجأة أن هذه الشركات تنجح في تهريب 68 مليار دولار سنوي من الضرائب المستحقة عليها للدول الإفريقية بمساعدة حكومات إفريقية فاسدة كحكومة غانا مثلا، التي تخسر 30% من إيراداتها الحكومية بسبب التهرب الضريبي والديون. ولكن أعضاء الحكومات الإفريقية الفاسدون لا يفعلون هذا مجانا، بل يتلقون رشاوي ضخمة مقابل التغاضي عن نهب ثروات بلادهم والتهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات. وأكبر دليل على ذلك هو النفوذ المرعب الذي تمتلكه شركات النفط الأجنبية في إفريقيا، والتي تدعم الحكام المستبدين حفاظاً على مصالحها على حساب تطلعات الشعوب الإفريقية. ففي منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وتحديداً في دلتا النيجر، قدمت شركة شيل الأموال لصالح الدكتاتورية العسكرية في نيجيريا من أجل قمع تظاهرات شعوب المنطقة ضد أنشطة الشركة المتسببة في تدمير البيئة والقضاء على مواردها الطبيعية دون أي استفادة مقابلة لهذه الشعوب من عائدات ثرواتها.
بل تبين فيما بعد أن شيل، وهي التابعة لشركة النفط العملاقة رويال داتش شيل المتعددة الجنسيات ذات الأصول البريطانية الهولندية، قدمت رشاوي ضخمة لرئيس النيابة العامة النيجيري قدرت بحوالي 383 مليون دولار من أجل الحكم بإعدام المناضل النيجيري كانسار ويوا، قائد الاحتجاجات ضد شركة شيل في المنطقة الغنية بالنفط. وتم بالفعل إعدامه شنقاً في 10 نوفمبر سنة 1995 للميلاد. وللمعلومية، فالفساد داخل القارة السمراء لا يقف على الحكومات فحسب، بل استناداً لأحدث التقارير الصحفية الاستقصائية نستطيع أن نجزم بتورط الكثير من الأثرياء الأفارقة الذين تتخطى ثرواتهم حاجز النصف تريليون دولار، أي 500 مليار دولار، في تسهيل الأعمال المشبوهة السابق ذكرها ومساعدة تلك الشركات على الاستمرار في التهرب الضريبي وتحويل أرباحها بالكامل لملاذات مصرفية آمنة خارج القارة. في النهاية، شاركونا بآرائكم في التعليقات. كيف يمكن لإفريقيا التخلص من الفساد المتفشي فيها على الصعيدين الحكومي والشعبي؟ وهل الأفارقة يساهمون بأنفسهم في نهب ثرواتهم؟ أم أن هناك تفسيراً آخر لما يحدث؟